أغنى 7 أطفال في العالم، فالنتينا بالوما بينو، مواليد 2007، عندها 12 سنة، اتولدت في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. أمها طبعاً الممثلة والمنتجة والمخرجة الأمريكية الشهيرة سلمى حايك، أما أبوها بقى فهو الملياردير الفرنسي الفرانسوا هنري بينو. رغم الشهرة والفلوس الكتير، بس بعد ولادة فالنتينا أبوها وأمها عدى عليهم ظروف صعبة وهم متجوزين، لحد ما ربنا كرمهم ورزقهم الواسعة. ثروة فالنتينا بالوما دلوقتي بتوصل 12 مليون دولار، بس لو زودنا عليهم اللي هتورثه من أبوها وأمها ثروتها هتضرب في السماء.